إلى كيماندا غراندي جزيرة تشابين. تابعي هذا الفيديو حتى النهاية لكي تتعرف على أخطر جزيرة بالعالم. وتقع جزيرة تشابين على بعد 90 كيلومترا من ساحل ولاية ساو باولو في البرازيل، وتعتبر هذه الجزيرة هي من أخطر الجزر في العالم، وقد انفصلت على اليابسة حوالي 11 ألف سنة، والسبب وراء ذلك هو الزلزال. وإذا رأيت هذه الجزيرة بالصور فقد تظهر لك غاية في الجمال، لكن في الواقع عكس ذلك تماما، حيث أنها تعد وكرا لجميع الثعابين السامة والمميتة، وذلك بحوالي 5 أفاعي للمتر المربع الواحد. وهذا هو السبب وراء تسميتها بجزيرة الثعابين أو جزيرة الأفاعي. ويصل عدد الثعابين الذين يعيشون في هذه الجزيرة حوالي 4000 ثعبان. إذن متابعينا الكرام، مع السلامة، لا تنسى لايك ومتابعة للصفحة.